من حوالي السنة بلشت بهيدا المحل بالبيضات المنزلية. خلال الأشهر الأولى لاحظت إنه الشغل منه كتير ماشي، فجربت شوف شو البديل الأنسب. شجعوني زبايني إنه دخل تياب نسائي عندي بالمحل. هلا كنت انزل انا على محلات اوتلت ولاحظ انه في طلب كتير كبير. بالبدايه ما كان معي راس مال، استفدت من علاقتي بالتجار، صرت اخذ بضاعه بالامانه بس بكميات قليله. ركزت على نوعيه البضاعه ويكون عندي براند معروف ويكون السعر مناسب دائما لكل زبايني. اليوم بالرغم من انه هيدا المحل منه بموقع تجاري، ولكن صار مقصد لكتير ناس وصار في طلب دائم على بضاعة جديدة. خلال فترات قصيرة صرت سكر حق البضاعة وزيد الكميات اللي عم جيبها، وهذا الشيء بنى ثقة كبيرة بين التجار وبيني. عدم وجود رأس مال منه عائق لنبلش شغل، دائما في حلول، واهم شيء المحافظة على ثقة الناس فينا ونقدر نتأقلم مع حاجات السوق.